شو قلتي ولاك؟ شو هاي فريد ايدك ان شاء الله بيفردوا كفنك؟ يا ابن عمي برجع بقول لك هذا ابننا الوحيد الله يخليه لنا يا حق، ولازم تعمل له عرس تحكي فيه كل الشام يقولوا شوفوا المختار على العرس يلي عمله لابنه وتبيض وشه قدام بيت حماه. وليك يعني شو بدي اعمل له؟ بدي اعمل له عرس مثله مثل عراس كل هالناس، راح اعمل له عراضه واعزم كباريت الحاره على الغداء وضيف ملبس، شو بدي غير هيك؟ يا بي هلا هلا معقول انا عبده ابن ابو عبده المختار اللي بتحكي فيه كل الخلايق يصير عرسي مثلي مثل هذا ابن ابو حدو؟ ابو حدو عرفته من غير الزبال يا بي، الزبال اللي صار عرسه حكيت فيه كل الخلايق؟ معقول يا بي؟ لك ان شاء الله بيقطعوا لك لسانك من لغليغه. إلي عم شبهني يا اجدب بالزبال يبعث لك حمى إلك ولأمك. ايه ابن عمي عم بيحكي حق، ايه لازم تعمل له عرس العالم كله تحكي فيه ويصير اسمك فوق فوق، يقولوا شوف المختار قديش كريم كيف بيعمل عرس لابنه وينسوا قصة البخل تبعك. انا بخيل وليك يا ام الاجدب؟ انا بخيل على يا بي؟ بدك العالم تحكي انه انا ما عملت عرس قدام الناس وبيت حماي؟ بيحكوا علي يا بي، والله بيحكوا علي مامي. لك ان شاء الله بتقبر قلبي. ايه ابن عمي عم بيحكي صح، خلي العالم كله بتحكي عنك شي حلو وبالخير. خلاص انت وامك يبعت لكم حمى، والله نزعتوا مرائي من الصبح. خير مختار؟ شوفي بشو عم تفكر؟ يا مشلوش بعرس هالولد؟ والله معك حق، شغلة كلها وجع راس بوجع راس. أبو عبدو في شي محيرني. خير شو هو؟ يعني كيف بدي أعملي شغلة بهالعرس خلي كل هالناس يعني ينسوا إنه أنا بخيل؟ والله هي صعبة شوي. ما لا يا أبو عبدو والله بزعل منك كمان، يعني أنت مفتكرني أنا بخيل؟ أخي بخيل يعني كيف نلاقي حل ونخلص من هالسيرة؟ هلا هو في حل مختار، بس إنك ترضي الناس والله صعب كتير. يعني معقولة ما في حل؟ شو ما عملت الناس رح تحكي عليك. مزبوط كلامك مزبوط. ولا أنت شو ناوي تعمل دخلها؟ اسمع ابو عبدو، بدي اعمل لك شغله بهالعرس خلي كل اهل الشام تقول عرس ابن المختار ابو صالح ما صار مثله بالشام. شو هالشي هذا بدك تعمله؟ اه خلص ابو عبدو بعدين بتشوفه بالعرس. ايه بنشوفه، رح نشوف شو رح يطلع منا. لك ربي من عنده من فوق يفجعني بهالحارة وأهلا شو بيقروا بيلتوا وبيعجنوا. خير ابن عمي خير، ليش معصب؟ خير ليش معصب؟ انت بتعرف شو عم بيحكوا علي أهل الحارة؟ قال في واحد قال انه هذا المختار مو معقول شو بطران عم يحط دهب مع صورة الملبس. ايه روق ابن عمي، يلي عملته انت ايه ما حدا عمله بالعالم. اه روق؟ ايه وبتعرفي واحد تاني شو قال؟ قال عم بيقولوا مو معقول شو بخيل عواض الليرة ايه كان يحط ليرتين. لك يا بنت الحلال مين بيعمل هالقصة غير أنا؟ حطيت مع كل صورة ملبس ليرة ذهب بس مشان يرضوا يحكوا عنا منيح، ما حدا رضي وما حدا عجبه. تقبرني تقبرني، أنا كل يلي بيهمني إنه عملنا عرس لابني الوحيد، عرس مطنطن وكل الشام عم تحكي فيه وهلا هو قاعد مبسوط إن شاء الله بيقبرني. ربي يسمع منك إن شاء الله، إن شاء الله بتقبري أنتي وابنك. مو الحق عليكي، الحق على هالقديش اللي سمع كلمتك وروح ذهباته. روحي روحي انقلعي من خلقتي، روحي. مو الحق عليكي لا والله، الحق على اللي بيسمع كلمة النسوان.